السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم في درس جديد معنا من دروس اللغة العربية. إن شاء الله النهاردة يا أولادي هناخد مع بعضنا قصة جميلة جدا اسمها كلنا رابحون. اسمها كلنا إيه؟ رابحون. أنا هقرأ القصة وعايزين نمشي مع بعضنا كل كلمة وإحنا بنقرأ يا حبايبي، ونركز في التفاصيل والأحداث بتاعت القصة، وهنلاقي برضو في معاني كلمات هنكتشفها مع بعض ونعمل إيه؟ ونفهم القصة جيدا. يلا بينا صفحة 122 و123 في كتاب المدرسة. دق جرس انتهاء الحصة الرابعة، وتوجهنا جميعا نحو فناء المدرسة لنلعب بكرة أحمد التي دائما ما يحضرها معه. قال أحمد: هيا بنا نلعب مباراة كرة قدم. فرد شادي: ولماذا لا نلعب مباراة كرة يد؟ نشعر بالملل من كثرة لعب كرة القدم. قال أحمد: هذه كرتي وأنا فقط من يقرر. كثر النقاش واشتد الحوار بينهم، وانضم بعضنا لأحمد وبعضنا الآخر لشادي، وحاولت تنبيههما إلى وقت الفسحة الذي يمضي دون لعب، ولكن لم ينصت إلي أحد. وفجأة رأينا الأستاذ يقف بجانبنا وهو يبتسم، فذهبنا إليه جميعا فاستمع لنا ونحن نطلب منه أن يكون حكما فيما بيننا وأن يختار لنا أحد الرأيين. رقم 2: ابتسم الأستاذ عاطف وقال: لكلا الفريقين وجهة نظر، فأحمد صاحب الكرة ومن حقه تحديد اللعبة التي تلعبونها، وشادي مل من كرة القدم ويريد اختيار لعبة جديدة، ولكن كلاكما نسي أنه يكمل الآخر، فلا لعب بدون كرة ولا لعب بدون فريقين متنافسين، وهو ما يعني أن عليكم جميعا أن تتفقوا على رأي واحد لتقريب وجهتي النظر بدلا من تضييع وقت الفسحة والحب بينكم، وهو ما يعني خسارتكما معا. ما أجمل أن نخرج من الحوار وكلنا رابحون. قال أحمد: وكيف ذلك؟ رقم 3 في صفحة 123: أخرج الأستاذ عاطف ورقة وقلما من جيبه، وأخذ يقسم الورقة لأربعة أجزاء. كتب في أولها رابح خاسر، وفي الثاني خاسر رابح، وفي الثالث خاسر خاسر، وفي الرابع رابع رابح. ثم نظر إلينا وقال: فن الحوار يشمل كل شيء في حياتنا بما فيه العلاقات بين الناس. يمكن لأحمد أن يأخذ الكرة لنفسه فيخسر اللعب مع زملائه، ويمكن لشادي أن يرفض اللعب معه فيخسر زميله، لكنهما يمكن أن يتفقا على اختيار إحدى اللعبتين اليوم وتأجيل الثانية للمرة المقبلة، وهكذا يخرج الجميع رابحين. رقم 4: ابتسمنا جميعا وقال أحمد لشادي: أرى أن نلعب اليوم مباراة كرة يد وغدا مباراة كرة قدم، المهم أن نلعب ولا نخسر صداقتنا، وذلك هو الربح الحقيقي. ضحك الجميع وانطلقوا يلعبون معا بسعادة. لنا القصة يا حبيبي كمان مرة مع بعضنا، صفحة 122: كلنا رابحون. دق جرس انتهاء الفصحى الرابعة، دق جرس انتهاء الحصة ايه؟ الرابعة. وتوجهنا جميعا نحو فناء المدرسة لنلعب بكرة أحمد التي دائما ما يحضرها معه. قال أحمد: هيا بنا نلعب مباراة كرة قدم. فرد شادي: ولماذا لا نلعب مباراة كرة يد؟ نشعر بالملل من كثرة لعب كرة القدم. قال أحمد: هذه كرتي وأنا فقط من يقرر. كثر النقاش واشتد الحوار بينهما، وانضم بعضنا لأحمد وبعضنا الآخر إيه؟ لشادي، وحاولت تنبيههما إلى وقت الفسحة الذي يمضي دون لعب، ولكن لم ينصت إلي أحد. وفجأة رأينا الأستاذ يقف بجانبنا وهو يبتسم، فذهبنا إليه جميعا فاستمع لنا ونحن نطلب منه أن يكون حكما فيما بيننا وأن يختار لنا أحد الرأيين. ابتسم الأستاذ عاطف وقال: لكلا الفريقين وجهة نظر، فأحمد صاحب الكرة ومن حقه تحديد اللعبة التي تلعبونها، وشادي مل من كرة القدم ويريد اختيار لعبة جديدة، ولكن كلاكما نسي أنه يكمل الآخر، فلا لعب بدون كرة ولا لعب بدون فريقين متنافسين، وهو ما يعني أن عليكم جميعا أن تتفقوا على رأي واحد لتقريب وجهتي النظر بدلا من تضييع وقت الفسحة والحب بينكم، وهو ما يعني خسارتكما معا. ما أجمل أن نخرج من الحوار وكلنا رابحون. قال أحمد: وكيف ذلك؟ أخرج الأستاذ عاطف ورقة وقلما من جيبه، وأخذ يقسم الورقة لأربعة أجزاء. كتب في أولها رابح خاسر، وفي الثاني خاسر رابح، وفي الثالث خاسر خاسر، وفي الرابع رابح رابح. ثم نظر إلينا وقال: فن الحوار يشمل كل شيء في حياتنا بما فيه العلاقات بين الناس.
يمكن لأحمد أن يأخذ الكرة لنفسه فيخسر اللعب مع زملائه، ويمكن لشادي أن يرفض اللعب معهم فيخسر زميله، لكنهما يمكن أن يتفق على اختيار إحدى اللعبتين اليوم وتأجيل الثانية للمرة المقبلة، وهكذا يخرج الجميع رابحين. ابتسمنا جميعا وقال أحمد لشادي: أرى أن نلعب اليوم مباراة كرة يد وغدا مباراة كرة قدم، المهم أن نلعب وألا نخسر صداقتنا، وذلك هو الربح الحقيقي. ضحك الجميع وانطلقوا يلعبون معا بسعادة. ننتقل بعد ذلك إلى الأنشطة اللي موجودة معنا على القصة في صفحة 124 في الكتاب المدرسي، ونبدأها بالنشاط واحد فكر. العب اللعبة بتاعت اكس او مع أحد زملائك ثم أجب عما يلي. الرابح في المرة الأولى طبعا هيكون ايه؟ زميل اللي احنا نعملها طبعا مع بعضنا. الرابح في المرة الأولى مثلا يكون زميلي، في المرة الثانية يكون أنا، في المرة الثالثة اللي هو يكون مين؟ زميلي. طب ايه شعوري عندما ربحت؟ شعوري هيكون ايه؟ فرحان طبعا. وايه شعوري عندما خسرت؟ تحمست ايه للفوز. نشاط رقم 2 اقرأ واكتشف. استنتج معنا الكلمة من السياق واكتبه ثم تأكد من المعجم. عايزين نستنتج معنا الكلمات اللي موجودة قدامنا ديت ونكتبه. أقامت مدرستنا بفنائها مسابقة للجري فاشتركت فيها. فناء معناه ايه يا ولاد؟ مساحة واسعة. ما أجمل النقاش عن الحضارة المصرية، النقاش اللي هو ايه؟ الجدال. اشتد الخلاف بين أحمد وعمر فحاولت الإصلاح بينهما. اشتد يعني ايه؟ قوي يعني. أتمنى أن أصبح مذيعا لأجري حوارا مع دكتور مجدي يعقوب، حوار اللي هو ايه يا حبايبي؟ اللي هو محادثة. أحسنتم. لم يلتفت صديقي لتنبيهي فوقع في الحفرة، تنبيهي يعني سماع كلامي أو تحذيري. طيب، هيا يا خالد فالوقت يمضي سريعا. هيا يا خالد فالوقت يمضي يعني يمر. يمضي معناها ايه يا ولاد؟ يعني يمر. يبقى تنبيه قلنا معناها سماع أو تحذير. وضعت لنا المدرسة جدولا ليشمل مواعيد الحصص. يشمل يعني ايه؟ يعني يتضمن. النشاط اللي بعد كده أجب عن الأسئلة الآتية. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. ساعد الأستاذ أحمد ولا عاكف ولا عاطف التلاميذ في حل المشكلة؟ الأستاذ مين يا ولاد؟ برافو، الأستاذ عاطف. اتفق التلاميذ على لعب ايه؟ كرة السلة ولا كرة القدم ولا كرة اليد؟ اتفق ان هم يلعبوا ايه؟ كرة اليد. وغدا سيلعبون ايه يا ولاد؟ برافو، كرة القدم. أجب عما يأتي. من صاحب الكرة وماذا يريد أن يلعب مع زملائه؟ صاحب الكرة كان مين؟ أحمد. عايز يلعب ايه؟ عايز يلعب كرة القدم. ما الربح الحقيقي في رأي أحمد؟ إيه الربح الحقيقي؟ أن نلعب وألا نخسر صداقتنا. استخرج من النص مرادف يستمع. يستمع يعني إيه؟ ينصت. مفرد أجراس جرز، جمع جزء أجزاء. مضاد يقبل، مضادها إيه يا أولاد؟ يرفض. نشاط رقم 2 أكتب بجانب كل موقف مما يلي ما يعبر عنه الشكل الموجود أمامك. تريد أختك مشاهدة مسلسل وأنت تريد مباراة، وظل الخلاف قائما حتى انتهاء المسلسل المباراة. هنكتب ايه كده يا ولاد؟ كده خاسر خاسر، احنا الاثنين خسرنا. في الفصل اردت الجلوس على المقعد الموجود بجانب النافذة ورفض زميلك واصر هو على الجلوس عليه طيلة العام الدراسي، برضو هيبقى ايه؟ خاسر خاسر. النشاط اللي بعده اكمل بالكلمة المناسبة بما يلي. قدامنا 5 كلمات عايزين نكمل بهم الجمل ايه اللي قدامنا. رقم 1 دار نقط بين المعلم والمدير وقرر عمل رحلة إلى الحديقة. دار إيه يا أولاد؟ دار حوار. أحسنتم. شعرت بنقط عند جلوسي بمفردي في الفسحة. شعرت بإيه؟ بالملل. رقم 3 التلاميذ إلى الإذاعة المدرسية، يبقى ينصت التلاميذ إلى الإذاعة المدرسية. رقم 4 لم نقط أخي موعد سفره بعد. لم يقرر أخي موعد سفره بعد. آخر واحدة أرادت أمي الزراعة في نقط المنزل. في إيه؟ في فناء المنزل. الصفحة اللي بعدها صفحة 126 لاحظ واكتشف. نشاط لاحظ واكتشف 3 ألف أكمل الجدول واستفد مما تعلمت من قبل. هو بيراجع معانا على علامات رفع مين؟ المبتدأ والخبر، واحنا خدنا اللي هي العلامات بتاعت رفع المبتدأ والخبر اللي كانت الضمة والواو والألف لما يكون مثنى. نفس الكلام هنطبقه يا ولاد علامات رفع الفعل. احنا خدنا اول حاجة معانا اللي هي ايه يا حبيبي؟ اللي هي الضمة، والنهاردة هناخد ان شاء الله علامة جديدة. طيب تعالى بينا نكمل ايه الجدول اللي قدامنا. فاز الفريقان، الفعل في الجملة ايه؟ اللي هما الفريقان. على نوعه ده مثنى وعلامة الرفع بتاعه الالف. نجح التلميذان، فين الفاعل هنا؟ اللي هو التلميذان. نوعه ايه؟ نوعه مثنى وعلامة الرفع بتاعته ايه؟ الالف. تفتحت الزهرتان، فين الفاعل اللي هما الزهرتان؟ ونوعه مثنى وعلامة الرفع ايه؟ الالف.
مما سبق نستنتج أن علامة رفع الفعل الآزف الألف إذا كان مثنى. يعني نستنتج من اللي احنا عملناه دوت علامة رفع الفعل الألف لو كان يا حبيبي لو كان مثنى. نشاط رقم 3، حدد الفاعل مبينا نوعه وعلامة رفعه. نحدد الفاعل مبين نوعه علامة ايه؟ رفعه. حضر الأبوان، الفاعل فين؟ برافو، اللي هو الأبوان نوعه مثنى علامة الرفع ايه؟ الألف. كبر الصغيران، كبر الصغيران، الفاعل عند الصغيران نوعه مثنى علامة رفعه ايه؟ الألف. أحسنتم. تقدمت الفائزتان، فين الفاعل هنا؟ اللي هو الفائزتان نوع مثنى علامة رفعه ايه؟ الألف. نضجت الثمرتان، الفعل عند الثمرتان برافو نوع مثنى وعلامة الرفع برضو ايه؟ الألف. النشاط اللي بعده، استفد مما تعلمت من قبل، هنطلع برضو الفاعل ونكتب نوعه ونكتب علامة ايه؟ الرفع. فهنا اصطاد الصيادون، الصيادون ديت هي الفاعل ونوعه جمع مذكر سالم وعلامة رفعه ايه؟ الواو، زي ما احنا خدنا قبل كده في المبتدا والخبر لما يكون جمع مذكر سالم يبقى علامه رفع الواو، فالواو ديت علامه رفع الفعل لما يكون جمع مذكر ايه؟ سالم. نشاط النقطه الثانيه، نبغ الموهوبون، نبغ الموهوبون ديت فاعل نوع جمع مذكر سالم علامه الرفع برضو ايه؟ الواو. وصل السباحون، عندي السباحون الفاعل نوع جمع مذكر سالم علامه الرفع الواو. النشاط اللي بعد كده، حدد الفاعل مبين النوع وعلامه رفعه. أفطر الصائمون، فين الفاعل في الجملة ديت؟ برافو، الصائمون نوع إيه يا أولاد؟ جمع مذكر سالم، أحسنتم، علامة الرفع الواو. طب المثال الثاني، حضر الغائبون، فين الفاعل هنا؟ الغائبون نوعه جمع مذكر سالم، علامة الرفع الواو. وصل المتأخرون، الفاعل عندي المتأخرون نوعه جمع مذكر سالم، علامة الرفع الواو. انتصر المقاتلون، الفاعل فين هنا؟ المقاتلون نوعه جمع مذكر سالم وعلامة الرفع برضو ايه؟ الواو. اذا نستنتج من الكلام دوت واللي احنا حليناه كله يا حبايبي ان علامة رفع الفاعل الالف لو كان مثنى وعلامة رفع الفاعل الواو لو كان جمع مذكر سالم. ننتقل بعد ذلك الى صفحة 127 ونشاط لاحظ وتعلم. اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين. ارتفع الطائران، علامة رفع الفاعل هنا ايه؟ الالف ولا الواو ولا الضم؟ نبص كده للفعل، الطائران دول مثنى يبقى علامة رفع الفاعل يا اولاد الالف. تشاجر الخصمان، تشاجر الخصمان علامة الرفع هنا ايه؟ علامة الرفع هنا الالف. استيقظ النائمون، النائمون ده علامة الرفع بتاعتها ايه؟ الواو، عشان ده جمع مذكر سالم. نشاط 4، اجمع الفاعل جمع مذكر سالم مراعيا علامة الرفع. عايزين نجمع الفاعل قدامنا دوت نخليه جمع مذكر سالم. نشر الصحفي الاخبار، هتبقى ايه؟ احسنتم، نشر الصحفيون الاخبار. طيب الف الكاتب القصص، هتبقى ايه؟ الف الكاتبون القصص. تسلم الفائز جائزته، عايزين نجمعها جمع مذكر سالم، هتبقى ايه؟ تسلم الفائزون جوائزه. النشاط اللي بعده، اجعل كل اسم مما يلي فاعلا في جمل فعليه مفيده. عايزين نخلي الاسماء اللي قدامنا ديت فاعل في جمل فعليه ايه؟ مفيده. ممكن نقول عمل العاملان باخلاص، ممكن نقول سقط القلمان على الارض، ممكن نقول عالجت الطبيبتان المرضى. النشاط اللي بعده، اكتب مستعينا بالكلمات الآتية فقرة من ثلاثة أسطر مستخدما الجملة الفعلية. عايزين نكتب فقرة من ثلاثة أسطر مستخدما يا أولاد الجمل الفعلية. ممكن الفقرة بتاعتنا تكون ايه؟ لعب الفريقان كرة القدم، تعاون اللاعبون أثناء اللعب، لاحظ الحكمان المباراة، وشجع المشاهدون أحد الفرق، حققت المباراة مشاهدة ايه؟ مشاهدة جيدة. دي اللي هي الفقرة اللي احنا كتبناها واستخدمنا فيها يا ولادي الجمل الفعلية وكمان الكلمات اللي موجودة ايه؟ اللي موجودة قدامنا. النشاط اللي بعده بيقول لي استخرج الفاعل من الجمل الآتية واملأ الجدول. استخرج الفاعل من الجمل الآتية واملأ ايه؟ واملأ الجدول. هو هنا مديني نوع الفاعل جمع مذكر سالم ومثنى مؤنث وجمع مؤنث سالم. هجاوب بقى واطلع ايه؟ علامة الرفع. فنشوف بقى فين الفعل لجمع مذكر سالم من الجمل اللي فوق. هنلاقي كلمة المصممون، حرص المصممون على التنسيق، علامة الرفع بتاعته ايه؟ الواو. عايزين الفعل لما يكون مثنى مؤنث فين؟ المحاولتان، نجحت المحاولتان، علامة الرفع بتاعته ايه؟ الالف. عايزين جمع مؤنث سالم اللي هو ايه؟ السيدات، السيدات جمعت السيدات التبرعات، علامة الرفع بتاعته ايه؟ الضمة. طب فين الفعل المفرد هنا يا اولاد؟ الحقل، امتلأ الحقل، تمام، علامة الرفع بتاعته ايه؟ الضمة. عايزين الفعل جمع تكسير، عندي كلمة ايه يا حبايبي؟ الازهار، احسنتم، وعلامة الرفع بتاعتها برضو ايه؟ الضمة.
عايزين فاعل مثنى مذكر، هنلاقي كلمة الفريقان وعلامة الرفع بتاعتها ايه؟ الألف. النشاط اللي بعد كده بيقول لي أكمل الشكل التخطيطي، هو جايب لي علامات رفع الفاعل. علامات رفع الفاعل خدنا الضمة لما يكون مفرد، لما يكون جمع تكسير، لما يكون جمع مؤنث سالم، والألف لما يكون مثنى، والواو لما يكون جمع مذكر إيه سالم. هنكمل الكلام دوت في النشاط التخطيطي اللي قدامنا. الضمة لما يكون مفرد، لما يكون جمع تكسير، لما يكون جمع مؤنث سالم، الألف لما يكون مثنى، والواو لما يكون جمع مذكر إيه سالم. أحسن. النشاط اللي بعده، ضع خط تحت الفاعل بالجمل الآتية ثم بين نوعه وعلامة رفعه. يلقي المارة القمامة، فين الفاعل هنا اللي هو كلمة المارة؟ نوعه إيه بقى يا أولاد؟ جمع تكسير، علامة الرفع الضمة. تتألم الحيوانات، نوعه إيه؟ جمع مؤنث سالم، علامة الرفع الضمة. قاوم المصريون الاحتلال، المصريون ده نوعه إيه؟ جمع مذكر سالم، علامة الرفع بتاعته إيه؟ الواو. النشاط اللي بعد كده بيقول لي اكتب عن فصل الربيع مستخدما الجمل الفعليه. بدأ الربيع وتفتحت الازهار، ممكن نقول ايه؟ فاحت رائحه الورد واملأ الجو بالخضره وامتلأ الجو بالخضره. خرجت الاسره الى الحدائق وغردت العصافير على اغصان الاشجار. وغردت العصافير على اغصان، يا اولاد، على اغصان الاشجار. ننتقل بعد كده لصفحه 129 ونشاط 5 شارك. اتفق سليمان وآدم على الذهاب. اتفق سليمان وآدم على الذهاب معا للملاهي، وكتب كل منهما قائمة بما يريد لعبة هناك. ساعدهم في التوصل لقائمة جديدة يكون الاثنان رابحين فيهما. يكون الاثنان رابحين يا أولاد فهنا. هنشوف قائمة آدم اللي الأحصنة الدوارة، السيارات المتصادمة بيت الرعب. قائمة سليمان القطار السريع، السيارات المتصادمة لعبة الفناجين. ممكن نكتب لهم ايه؟ مين اللي هيربح بقى؟ تبقى رابح خاسر مثلا، رابح رابح، خاسر خاسر، خاسر رابح. تمام. طيب النشاط رقم 5 ب، اكتب شعارا يعبر عما شرحه الاستاذ عاطف وارسم ما يوضح. الشعار اللي هو ايه؟ الاتفاق خير من ضياع الوقت. الاتفاق خير من ضياع ايه؟ الوقت. النشاط الاخير اللي موجود معانا في الصفحه ديت بيقول لي بالاشتراك مع زملائك اكتب مواقف لقصه قصيره، كل موقف منها يعبر عن واحده من الحالات الاربع النظريه التي شرحها الاستاذ عاطف. رابح خاسر خاسر رابح خاسر خاسر رابح ايه؟ رابع. الموقف الاول مثلا ممكن نقول اردت كتابة اللوحة وزميلي يريد اللعب فرفضت ان العب معه. الموقف الثاني، اردت انا وصديقي الجلوس بجانب النافذة فتركت المقعد له. الموقف الثالث، اراد صديقي ان نلعب الكرة فرفضت حتى نكون فريق فانتهى وقت ايه؟ الفسحة. الموقف الاخير، اراد صديقي تعليق اللوحات اولا واردت تعليق الزينة فاجلت تعليق الزينة بعد تعليق ايه؟ اللوحات. انا كده حبيبي نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة. بس افكركم طبعا احنا خدنا برضو حاجات جديدة كتير جدا، خدنا معاني كلمات، فهمنا القصة الجميلة اللي معانا، وكمان عرفنا علامات رفع الفعل اللي هي الضمه والالف. ويبقى كده احنا خلصنا علامات رفع الفعل كلهم اللي هم الضمه والالف والواو. الضمه لما يكون الفاعل مفرد، لما يكون جمع تكسير، لما يكون جمع مؤنث سالم، الالف لما يكون مثنى، والواو لما يكون جمع مذكر سالم. والى هنا قد نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، والى لقاء اخر في درس جديد من دروس اللغه العربيه. والسلام عليكم ورحمه الله.